جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل خصم يومين أو أقل أو أكثر من العامل في صورة عقاب، هل هو شرعي أم لا؟ إذا كان هذا بحق، إذا كان هذا بحق بأن تغيب العامل أو قصر في عمله من غير عذر، فإنه يحسم عليه قدر ما تخلف من غير زيادة، قدر ما تخلف، قدر نصيب اليومين من مرتبه، لأنه لم يشتغل في مقابله، أما الزيادة فإنها ظلم.